شكرا جزيلا سيدتي رئيسة، أعتذر على طلب الكلمة ولكن وجب علي الرد على أخي سفير الجزائر. أبدأ بآخر عنصر تطرق إليه بالنسبة للقضية الفلسطينية. نعم، كان هناك دفاع ولكن باسم المجموعة العربية، لأنه ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، وإذا ما كانت الجزائر مهتمة إلى بهذا القدر لحقوق الشعب الفلسطيني، لماذا يمنع مظاهرة الشعب الجزائري في شوارع الجزائر دعما لغزة، دعما للبنان، دعما للضفة الغربية؟ إنهم يحضرون المظاهرات وما من أحد له الحق في التظاهر. أما في المغرب كل أسبوع نشهد مظاهرات أمام البرلمان وفي المدن الكبرى. ثانيا، أخي الجزائري على ما أعتقد متأثرا، لأنني أتحدث عن الصحراء المغربية، لا أتحدث عن الصحراء الغربية، لأن هذه الصحراء لم تظهر أبدا في التاريخ، وإنما كانت وتظل الصحراء المغربية. ولسوء الطالع غير الاستعمار الوضع، حتى حينما وردت هذه القضية في 1963، للأسف أخي الجزائري لم يذكر أبدا أن المغرب هي التي سجلت هذه القضية ورفعتها في الأمم المتحدة. والقرار الأول الصادر عن الجمعية العامة طالب من أسبانيا التفاوض مع المغرب حول الصحراء وتحديد المنطقة، وبعد ذلك تطور الاسم من الصحراء الأسبانية ثم الصحراء الغربية، وهذا في التاريخ. أما حديثي عن السلطة القائمة بالإدارة، عفوا حق تقرير المصير، إن هذا المبدأ حق عالمي، لماذا يرغب في تطبيقه فحسب على هذه المنطقة الصحراء المغربية؟ لماذا يرفض بلاده، أو عفوا ترفض بلاده الشعب الكبير الذي كان متواجدا كمملكة قبل إنشاء الجمهورية الجزائرية في 1962؟ يجب على الجزائر أن تتحلى بالشجاعة للدفاع عن المبدأ، وألا أنت تطبقه حصرا على جانب دون الآخر. يجب أن ترقى بهذا المبدأ العالمي، ولكن المغرب سيواصل دائما الدفاع عن صحرائه. وكما ذكرت آنفا في مداخلتي، يحدون الأمل أن تدرك الجزائر أن هذا المشروع الانفصالي باء بالفشل بالفعل، وأن هذه الحملة ضد تنمية الصحراء ستفشل. السيدة الرئيسة، في 22 من سبتمبر أيلول الماضي وفي هذا المبنى نفسه، رؤساء الدول والحكومات التزموا خلال قمة المستقبل بالعمل من أجل إرساء عالم أكثر سلما وإنصافا واستدامة، وقد اعتمدوا ميثاق المستقبل والذي أعربوا فيه عن عزمهم المشترك بحل النزاعات القائمة وببناء مجتمعات قادرة على الصمود بإمكانها أن تتعايش بسلام وأن تتجاوز التحديات. والمبادئ التي استند إليها في هذا الميثاق هي نفسها المبادئ التي نستند إليها بشأن مسألة الصحراء، أي مبادرة المغرب الحكمي الذاتي. بتقديم هذه المبادرة لمجلس الأمن في 2007، المغرب قدم حلا تفاوضيا وليس مفروضا، حل شامل وليس متحيز، حل موجه صوب المستقبل. بعبارة أخرى، هذا خيار استراتيجي يكرسه اليوم ميثاق المستقبل نصا وروحا، ولا سيما المبادئ والنقاط التالية. أولا، الميثاق يؤكد دور الأمم المتحدة في صون الأمن والسلم الدوليين. المملكة لا تنظر في حل لمسألة الصحراء المغربية خارج إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن المغرب لطالما أكد على امتثاله للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة بتيسير من مبعوثه الشخصي. ولكن منذ 3 سنوات هذه العملية السياسية، وللأسف تقودها الجزائر التي ترفض المشاركة بصفتها طرفا رئيسيا، وذلك بالرغم من النداءات المتكررة للأمين العام وقرارات مجلس الأمن وجهود المبعوث الشخصي. ثانيا، الميثاق يكرس
تطبيق تدابير من أجل ضمان الأمن والسلم الدوليين. وفي هذا صدد المملكة المغربية لطالما أبدت عن نيتها ووجهت نداء لإجراء حوار مع الجزائر لمعالجة هذا النزاع الذي لفقته الجزائر منذ أكثر من 50 سنة. هذا ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أشار إلى أنه سيسعى دائما لإرساء بيئة للأمن والوئام في المنطقة. ولكن بقيت كل هذه النداءات حبرا على وقت أو على ورق عفوا، فالجزائر تصر على عدائيتها للمغرب بمساندة جبهة البوليزاريو. ثالثا، الميثاق يؤكد على أهمية حل النزاعات من خلال الدبلوماسية الوقائية. إن المغرب في هذا الصدد أكد في 2007 من خلال مبادرة الحكم الذاتي واستجابة لمجلس الأمن على هذا الالتزام. هذه المبادرة اعتبرها المجلس جدية وصادقة خلال قارته العشرين الماضية. وللأسف الجزائر ترفض ومنذ 3 سنوات أن تعود للمائدة المستديرة، وهذا يقوض من مبدأ فض النزاعات بالطرق السلمية ويقوض من العملية السياسية لجد حل لمسألة الصحراء المغربية، ويقوض كذلك من جهود الأمم المتحدة ويدفع بالسكان المحتجزين في مخيمات تندوف إلى العيش في ظروف لا إنسانية ودون أي آفاق مستقبلية. رابعا، الميثاق يؤكد على الالتزام من أجل اعتماد مقاربة منسقة وتنفيذ سياسات تحفظ مصالح الأجيال الحالية والمقبلة. المبادرة المغربية للحكم الذاتي تقترح حوكمة ديمقراطية محلية وجوهرية، وذلك من خلال تعزيز السلطة وضمان مشاركة أكبر للسكان المحليين في اتخاذ القرارات السياسية. وهذا يتماشى مع مبادئ الميثاق الذي يسعى لتعزيز المجتمعات المحلية وضمان أن الحوكمة تمارسها تلك المجتمعات المحلية استجابة لتطلعاتها واحتياجاتها. ولكن هذا لا ينطبق للأسف على مخيمات تندوف، حيث أن سكان المحتجزين هم رهينة لمجموعات انفصالية مسلحة بتواطؤ من الجزائر. هذا يحرمهم من العودة إلى وطنهم الأم المغرب للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمقاطعات الصحراوية. خامساً، الميثاق ينادي بمشاركة النساء والشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وفي الصحراء المغربية النساء والشباب يطلعون بدور محوري في المجتمع ويحظون بمشاركة سياسية كبيرة بما في ذلك في إدارة الشؤون المحلية من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويشاركون كذلك، هم شاركوا في وضع المبادرة المغربية ويشاركون أيضا في الموائد المستديرة للعملية السياسية. ولكن إخوانهم وأخواتهم في مخيمات تندوف للأسف حرموا من شبابهم من قبل الجزائر التي تجندهم في الميليشيات العسكرية لجبهة البوليزاريو في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمبادئ باريس. الجزائر استعاضت عن المدارس من أجل التعليم بهذه المخيمات الموجهة للتجنيد. سادسا، الميثاق يضمن تعزيز الجهود المبذولة لضمان العدالة للجميع. المبادرة المغربية تأخذ في الاعتبار كل آليات العدالة من أجل وضع إطار قضائي وقانوني مكيف بما في ذلك من خلال إنشاء محاكم محلية تضمن الاستفادة من العدالة على قدم من المساواة. ولكن من جهتها الجزائر وفي انتهاك للقانون الدولي تحاول فرض سيادتها في مخيمات تندوف على غرار ما أشارت إليه أو ما أشارت إليه لجنة حقوق الإنسان. سابعا، الميثاق يؤكد على تنفيذ سياسات اقتصادية اجتماعية وبيئية. إن مبادرة المغرب من شأنها أن تعزز من النمو والتنمية الاقتصادية في الصحراء المغربية، وذلك من خلال مبادرة اقتصادية تستجيب لاحتياجات السكان المحليين من خلال نموذج جديد للتنمية لمقاطعة الجنوب أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا يفضي إلى خلق فرص عمالة وتحسين مستوى العيش. ولكن للأسف 40,000 شخص في مخيمات تندوف يعيشون في وضع هش للغاية. هذا الوضع فاقمته تبعية منذ 50 سنة للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم تحويل وجهتها من قبل المجموعة المسلحة الانفصالية البوليزاريو على غرار ما أكد عليه الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي. ثامنا، الميثاق يساند
وضع مؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. المبادرة المغربية للحكم الذاتي تقدم كل الضمانات من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التمثيل المحلي والإدراج في اتخاذ القرارات وضمان استقلالية النظام القضائي وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولكن مخيمات تندوف هي أماكن أو يحرم فيها السكان من حقوقهم، وحتى آليات حقوق الإنسان لا يتم تطبيقها في تلك المخيمات. تاسعا، الميثاق يسعى لضمان الإدماج والتعاون الإقليمي. والمبادرة المغربية تهدف لإرساء السلم في المنطقة من خلال تحسين الجوار والاستقرار وضمان التعاون الثنائي الطرف وإيجاد ظروف للتنمية والإدماج والتكامل الإقليمي ودون الإقليمي. من جهتها، الجزائر تنافي في عملها الميثاق، وهي تحتضن مجموعة انفصالية وتفرض تأشيرات مما يحول دون فرص تعاون حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجهها شمال إفريقيا، ولا سيما التحديات الأمنية. السيدة الرئيسة، إن الدعم الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي تؤكد على نظرة المجتمع الدولي لمستقبل الصحراء الغربية، ولكن للأسف اليوم أكثر من 100 دولة عضو من كل المناطق، بما في ذلك دولتان من عضوان دائمتان في مجلس الأمن، إضافة إلى 19 دولة من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، جميعها ساندت المبادرة المغربية على أنها المبادرة الموثوقة الوحيدة وهي الحل السياسي. وإلى غاية اليوم أمام هذه اللجنة كل الممثلين أكدوا على ذلك. علاوة على ذلك، فتح قنصليات عامة لأكثر من 30 بلدا في العيون وفي الداخل هي كذلك دليل للاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. إن مبادرة المغرب هي القاعدة الوحيدة من أجل فض هذا النزاع الإقليمي، فهي تضمن إدارة السكان الأصليين لشؤونهم، وهي تعزز من أو ظهور وحدة المغرب العربي، كما أنها تنسجم مع الميثاق الذي اعتمد الفترة الأخيرة. على الجزائر أن تفهم بأن هذا المشروع الانفصالي الذي تطلع به قد فشل، فالصحراء أصبح مغربيا منذ 1975، وكانت قبل ذلك مغربية. ختاما، أؤكد على دعمي. انقطع صوت المتحدث. أشكر ممثل المغرب الموقر على بيانه. لمندوب الجزائر الموقر لممارسة حق الرد. سيدتي الرئيسة، مندوب المغرب الموقر عرج على نقطة في العديد من المناسبات، وهي الإشارة تحديدا إلى ميثاق المستقبل، ولكنه أغفل أن يقول في مداخلته إن هناك إشارة أساسية هنا في هذه الوثيقة التي اعتمدناها الآن جميعا، للحق في تقرير المصير، وهناك إشارة كذلك لمشروعية المقاومة في وجه الاضطهاد والاحتلال الاستعماريين. مسألة الصحراء الغربية تقع تحت مظلة هذه الإشارة، واسمحوا لي أن أذكر كل الحاضرين بأن المندوب في 10 دقائق، 10 دقائق فحسب، لم يذكر مندوب المغرب الموقر مرة واحدة عبارة الصحراء الغربية، ولكن تلك هي النقطة الواردة كعنوان لهذا البند من جدول الأعمال في اللجنة. هذه إشارة للصحراء الغربية
ووفقا لسردية زميلي وجاري، مجرد استخدام عبارة الصحراء الغربية أمر محظور. ثانيا، إذا أردنا أن نناقش الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي غير قابل للتجزئة في تقرير المصير، علينا أن نقر بأن المغرب ترتكب الكثير من الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي. زميلي من المغرب حق الرد لأنه عرض وجهة نظره، وعرضت أنا وجهة نظري بدوري، ولكنه يبدو أنه يود أن يحدث جلبة ولم يفهم صميم كلمتي. كانت كلمة انبنت على التركيز على المستقبل، وكانت كلمة تتحدث عن السلام وتسوية المنازعات وسعي للتنمية والرخاء والتكامل الإقليمي. أما هو فهو عالق في منطق النزاع، لقد نسي في كلمته أن المتحدثين في هذه القاعة أعربوا عن دعمهم على مدار سنوات طويلة لمبادرة المغرب للحكم الذاتي، والمتحدثون كذلك دعوا الجزائر للعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات. ويبدو أن الجزائر تعاني من نوع من أنواع الشيزوفرينيا، هذا أمر منطقي من جانب، ولكن من ناحية أخرى إنه يدعو هذه اللجنة للتصرف، ولكنه يغفل الدعوة لمجلس الأمن، وتلك ليست محض مصادفة، فمجلس الأمن بالفعل ألزم الجزائر بالتصرف، ومجلس الأمن هو الهيئة التي تقرر من الذي عليه أن يطلع بالتدابير، والجزائر تفضل أن تتجاهل هذه المسألة وتتجاهل البيانات التي سمعناها هنا في هذه القاعة. سيدتي الرئيسة، جدول أعمال لجنتنا يتضمن 5 بنود ومجموعة من البنود الفرعية، بما في ذلك القضية الفلسطينية ولبنان والأراضي العربية المحتلة. وأخي السفير من الجزائر كل مرة على مدار 5 سنوات أصر على عدم التطرق لأي مسائل غير مسألة الصحراء. وأما عن موقفي الجزائر في المسائل الأخرى فلا نسمعه أبدا، الجزائر مهووسة بهذه المسألة فحسب. وردا على كلمته حين يتحدث عن الشعب الصحراوي، لا يوجد شعب في هذه المنطقة، هناك بعض السكان في هذه المنطقة، وجزء من هذه السكان أجبره الجيش الجزائري والبوليساريو على المعيشة في مخيم تندوف. إذا أراد أن يتحدث عن الشعب، عن شعب المنطقة، ليس عليه إلا أن يفتح هذه المخيمات ليرى ما إذا كانوا من الصحراويين أو الجزائر أو كانوا لاجئين من مالي ومن مناطق أخرى. وأود أن أؤكد أنه لا يوجد تعريف واضح لكلمة people أو شعب، حتى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي لم تتمكن حتى اليوم من توفير تعريف واضح لكلمة الشعب أو people، لأن المتحدث أحيانا ما يشير إلى الشعب وأحيانا ما يشير إلى السكان. هناك سكان في المغرب وهناك لاجئون في الجزائر. أما عن مسألة تقرير المصير، ربما نسي أن يقرأ مبادرة المغرب للحكم الذاتي لأن هذه مسألة حساسة، ولكن هذه المبادرة تسمح باستفتاء شعبي في نهاية المفاوضات، وشعب وسكان الصحراء المغربية سيكون له أن يقرر ما إذا كان يوافق على هذا الحل، ومن يعيشون في هذه المخيمات هم من سيصوتون على الحل السياسي والاتفاقات التي يوفرها مجلس الأمن، تحديدا الحلول القائمة على توافق الآراء والحلول التوفيقية على نحو مستدام.
علينا أن نعود إلى الموائد المستديرة، وعلى الأطراف الأربعة أن تتحلى بمسؤولياتها حتى تصل منطقتنا إلى السلام والاستقرار. وحتى ذاك الحين ستستمر المغرب في مسارها من أجل تنمية المنطقة.